يلا شلونهم الشباب؟ تحياتنا لكم، مشتاقين لكم هواي هواي. تحياتنا للمحافظات من الشمال للجنوب. هاي الفحول قاعد ندرج بيها، وصلنا تقريبا بيها فوق 10 كيلو على كتر النجف. تحياتنا لكم شباب. بيهن هسه راويكم ياهن، هن كانن تقريبا 27 اجرد بيهن. الحمد لله والشكر ما وقع منهن ولا تك. هسه راويكم نزلتن عنهن بعد ما اخذهن. شباب هذا من المخاليف بعد ما اخذه وياهن، وهذا طلع هم وياهن اللي بصفه، وهذا الحن الاغر هم وصلوا وياهن بس وقفته، وهذا هم وقفته بعد ما اخذه وياهن. تقريبا نبيهن 5 6 بعد ها. وهذا الحني هم وقفته تقريبا هم وصلوا وياهن بال 8 كيلو فوق، وهذا هم وقفته الى غرب. تحياتنا لكم. والله طلعنا نتونس بيهن، وقلنا خلينا نصور لكم اليوم. هسه شباب ما طول اجى الحمام، هسه راويكم علاج. لازم من يجي الطير من فوق تطيه، الطير يفقد يراد شنو هو، يراد تطيه سوائل طاقة، مو خميرة لا، نوعية ثانية جايبين انه هواي. بس هسه راح اراويكم اياه. وهذا عدنا صيد اليوم، هذا اغر. تحياتنا لكم. والله شباب قلت انا ما اصور الصيد بعد، تعرفون شنو ما اصور الصيد؟ ما يعني شباب حمام تي تروح، اللي كان حرام وياه ما يعطيني اياها امانة الله. اللي كان حرام وياه يعني نادرا يطلعون طيري. اكو واي شباب منطيتني طير، تحياتنا لهم وياي، بس يضمون الله شاه ضموا من عندي هواي حمام، ما نقول فلان وفلان، وان شاء الله الايام هواي جاية، واللي يطيح فدوة لهم، بالله فدوة لهم، لا اهتمله ويطب الف مرض حش السامع. هسه راح اراويكم العلاج شباب، ما اريد نطول عليكم. هذا شباب هسه راح اراويكم اياه. شلونهم شباب؟ تحياتنا لكم شباب. هاي الخميره تعطي طاقه للطير، خميره كبيره هاي تعطي طاقه للطير. هذه خاشوقه علتها، هذه منظف كبد ورا العلاج، تطي ورا مال ديدان ورا مال التهابات عامة، منظف كبد. هذا سافتين، هذا السافتين، هذا مال فطريات، تجيب سافتين وكنكر، سافتين وكنكر. هذا شباب سولفتكم عليه، هذا من يجي الطير تطي من هذه، هذه اول شيء مال المسافات، يعوض الطير عن الفاقده يعوضه. هذا تطيه اياه، بس هذا مو يوميه لا، من يجي الحمام تنطي هذا بي 4 مادات، 4 فوائد يعني بي. وتحياتنا لكم. اعطيني التليفون صديقي. لان شباب هاي الخميره عد انا معيها جوا هواي، وهذه منظف كبد، وهذا سافتين والمنظف كبد، ولا قول وياي نعتلك شطان، والخميرة. وهذا شباب هذا بي 4 فوائد، من ضمنها مال السرعة، سرعة الطير. هذا يفيد بالمسافات البعيدة، يعني من تهد الطيور تفقد سوائل
تطيها من هذه، اللي يريدها هم يجيب من عنده. تحياتنا لكم. هاي طيور طائرة، صقر ضربها ما ادري شني، واي همك فكه هنا أنا. يوم السحق هواي احنا. وهاي الزغار وبيهن من الحائلات. شباب عندنا الشاملي تقريب راح يكمل، وعندنا شباب هذا من طلع عن الطيور، شوفوا القص من طلع عن الطيور امس من الباب مال الكمين، انضرب بالباب وانفدر جنحه كمشته، قصيته صوبين لان خطيه، شوفوا قصيته صوبين. هاي تعودنا احنا على القص، نشل على قلوبتنا. هذا تقريب راح يكمل، والشام لهم راح يكمل، وبعد يوم الله يصحى الشاملي يرجع لوليه ما اعرف. هسه الحمام اليوم لازم يسبح، هذا وياه نعتقد فحل. شباب الحمام انا قفلته يعني شقل لك باسبوع بثلاث ايام او اكثر، بس شنو اذا فلت الطير وما تعرف شلون تفلته حمامك سقط. اكو طرق لها، الطرق شنو يا شباب؟ شوف لاق الفحل من هناك. الطرق شنو هي؟ الطرق تفلت الطير بصورة صحيحة. شنو هي صورة صحيحة؟ من تفلته كون شنو كون حله ماكو. هاي شوف هسه كحله ماكو، هناك ماكو، هناك ماكو، هنا هاي ماكو، كلها حله لا طيره ماكو، كون بس فحل فقط. على مود نفلته انت مأمن لا ونين. صارت لك ربو داهية هنا. يلا خلينا نشوف نصيد هالسيلة، نقطع ونرجع. راحت الهوسة وحسبنا انك مش، هذا صارت لك ربو ده شباب، حمام بالعالي. شباب الطير اذا طار فوق النص ساعة فوق فصل الظهر ما راح يأدي لك الصبح. الكتل مال الظهر فاشل، يعني قصدي من 12 وفوق ما بي فائدة. انت تقول عندي طير طير بالسبعة ونص حطت بالتسعة وفوق التسعة ساعة ونص ساعتين لربع، هذا تمام مو طير للظهارة، شكل ظهاري بس التطو. نص ساعة تطير تمرن الحمام نص ساعة حتلو 35 دقيقة عادي، اذا طار فوق 35 دقيقة ما راح يأدي لك الصبح. هسه طارن هواهن وحرامات والله، طيرن طير حتى يطير فوق الساعة ونص الظهر بس الصبح ما راح يأدي، ما بي فائدة شباب، فائدة ما بي. كتل ورا 12 ماكو فائدة، تيجي تتونس ونس الصبح. تحياتنا لكم. هاي يابا عندهم عرفة عود يابا، بس على ما يحطون نصورهم. هذا الحمام حاط. تحياتنا لكم شباب. اكو فد نقطة، شنو النقطة؟ راح يقوم الحمام، راح انصقر ايش قلت لكم، بس كون ما انسى سالفتي. اكو فد نقطة، شنو النقطة شباب؟ اكو مثل واحد حلال التوية، واي وادم احنا وياها حلال، لا واحد ولا اثنين ولا عشرة، واي وادم نطيها واي وادم وياها فكاكة. فد نقطة يعني، وهي بنفس الوقت معلومة، اذا واحد وياها حلال ليش ما يقول الطير عدي؟ اقول لك وما لا تقول، اقول لك ولا تقول، ليش؟ لا تخلي راعية يدور عليه، انت جناي وبطل قول الطير عدي عدو ما انطيه.
وياي عنده ما انطي. يقول عندي يابا عنده ما انطي. صير جناي لا تخلي راعيه يدور عليه. قول الطير عندي يابا. وزيما الله من يجيك على طير. هاي اللي يضمون الطير وياهم شخصهم حلال. انت بعد خصمك هذا قول عد الطير. وزيما الله هاي اقول لك ولا تقول عد ترى الطير مال فلان عدي مال واثق. عيب الحكي عيب والله. لا تخلونا يعني والله العظيم. هو المشكلة يوتيوب هذا مو تقول فيه. تحياتنا لكم. تكمش الطير وانت ويا حلال. قول حمامة يابا عندي موجودة بسطحي وما انطيها. قل له فلان قل له يابا الطيرة عدي وصل له الخبر. ليش خلي راعي خطيه يدور عليه. بالله ماكو حمامة تروح من عدي ما اعرفها عد من ابد. يوم اثنين ثلاثة عشرة شهر سنة الا حرام ويا ولا خصمي اعرفها عد من. وهسا اخر الاخبار عرف الطيري. استغفر الله رب العالمين. تحياتنا لكم شباب. وعدونا خاف كلمة طلعت مو حلوة. شباب نريد منكم اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. شو ذني شو حاطات. يلا شباب منا ونهي الفيديو. طولنا عليكم. في مال الله.